السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير، وليداتكم لاباس، مهماتكم لاباس، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم السفه المدفونه. كيف العاده كيعرفها كل كيعرف السفه المدفونه، ان شاء الله نديرها بهذه الطريقه ديالي انا. نتمناكم تعجبكم ان شاء الله يا ربي. عندي دجاجه من هذا الحجم، زعما ها هو، ماشي بشرط تكون ثقيله وكثيره ولا قليله ولا، المهم داكشي اللي موجود في الدار. الدجاج، البصله، قبطات قزبر ومعدنوس، جوج فصوص ديال الثوم، وجوج ديك بس ديك القرفه هكا ماشي مطحونه، هكا عواد القرفه عواد، تحميره حلوه، الملح، الابزار، سكنجبير، شويه القرفه، شويه ديال النسمه ديال القرفه، خرقوم، عرق، طماط، زعفران، ما غاديش نكثر منها، غادي ندير منها نسيس، كاس ديال الزيت، وما تبقى غادي ندير لكم كماله ان شاء الله، انتم معايا. الدجاج، ندير الدجاج، البصلة ربعة الحبات ديال البصلة، كبارين شوية، أنا ما توجدتش عندي البصلة البيضاء، درتها الحمر، هي كانت البيضاء أفضل، ولكن ما توجدتش عندي، واجدة عندي الحمر. أنا غادي ندير البصلة الحمر، صوصة ديال الثوم، علقة معلقة من التوابل كاملة، التوابل العادية اللي كنطيبوها دائما، ترفع نسي مدات شوية، طماط ديال الزعفران، ندير منها شويه نسمه حتى هي، ماشي مغديش ندير غير النص ديالها، ربيح ربيح عندي واحد كاس زيت نباتيه، أنا غادي نشعل دابا البوطا، ملي غيغلى غادي نقص، مخليش العافيه مجهده على حقاش، مغاديش ندير الما. داك البصله غادي يطيب في هذاك الماء ديال البصله، هو اللي غيطيب ليا، هذا ما كان حتى ندير الكماله، وانا معكم ان شاء الله. الملح غادي ندير غير شويه على حسب الذوق، حيت ديك الضامه فيها ملح ديال الزعفران، ندير غير شويه. مشاهدين، هذه السفه، هذا نص كيلو ديال السفه، دابا غادي ندير ليه الزيت، غادي نديرو الحوة، كلو غادي نديرو الزيت، غادي نديرو الحوة، وإن شاء الله تكملو معايا، نتوما متابعين معايا تنكمل إن شاء الله. أنا دابا غادي نديرها الحوة، أيا نحطها الفور و هانتوما معايا، حتى الفور ها ندير ليها الما و هاديك الساعة غادي نفور، تابعو معايا إن شاء الله. هاني دابا درت ليها الما، الما طايب، داك كانت كتفور فيه في البرمة، هاني خويت ليها الما طايب، هاني دابا أنا غادي نشربها، أنا غادي نهزها و نحط فيها و نرجعو تاني الفور،
والمتتبعين تبعوا معايا الطريقه، راه تنجبني ان شاء الله. حاميه هي طوله انا غادي الفورة الثانية المتتبعين، شوفوا جبات داك الماء اللي سقيتها به راه شربات، ندير لها شوية الملحة. درت عليها بيديا سخونة بزاف، اعتبر شيتها بالماء شويه، ما درتش ليها بزاف حتى بقى هكا ندير فوقها. لا مر الاولى درت ليها الماء بزاف، هي دابا درت شيتها شويه وصافي. الدجاج طاب ديالنا غادي نحطو باش نهان شعلها والعافية مهيلة باش توقف هاديك البصلة بالإقامة. غادي نخليها باش تشرب. يبردو باش نحيد لهم دوك العظيمات ديالهم، باش نخلي غير هاد اللحيمة بوحدها. درت ثلاثة المعالق ديال الزبدة، ودرت جوج معالق ديال الحليب بودرة، وهذا سكر كلاصي اللي درتو. هانتوما معايا المتتبعين، نتابعوا معايا هاد طريقة الاستفاء، هاكا تجي الروعة الروعة تبارك الله الروعة. هادي هي الزبدة اللي درت منها ثلاثة المعالق، هاهي بدوية. الزبيب هو درتو يفور، أنا غندير هادي فوق هاد المرة وصافي، وغادي نحطها في الماء نسيبها في التقديم في التفصيل ديالها ديال التقديم. تبارك الله راه نص كيلو تيزكا، مساء الخير والبركة. عاوتاني على حساب الأفراد اللي كاينين في الدار، إلا كان كتير تبارك الله الوليدات ولا هذا بزاف، ديري حتى كيلو، ديري كتر كاع من كيلو اللي كانوا الضياف ولا هذا، ولا كانوا عير الوليدات قلال هما اللي الدار قلال، راه نص كيلو تعدى. صافي هذه هي الفورة الأخرى، وغادي نقادل إن شاء الله التفصيل ديالها وداك الشيء. المشاهدين تابعوا معايا، غادي ندير دابا الدجاج اللي فرتتنا، غادي نديرو في هاد الدغميرة ديال البصلة. هاهي شوف وقفات، غادي نديرها دابا هنايا. شوف كيفاش تغمرات،
تستاهل تجربة ان شاء الله. اللي جربتها فيكم يا المتتبعين غادي تعجبها ان شاء الله، وغادي تشكروني عليها ان شاء الله. قهراتني بالسخونية ما قدرتش نلقاها تيها الراس، ندير هاد اللوش باش نتعاون بها تهز ليا السخونية شوية. صافي هاد المول باش يصايب لنا ديك يخرج القالب ديالها مزيان. غادي نضيف شويه اللوز او صافي. السكر كلاصي راه غادي نديروه في الزليفات، اللي بغى يزيد عاوتاني السكر راه غيزيدو، اللي جاتو هكاك بغى ياكلها راه غياكلها هكاك. زين، هذه هي السفه ديالنا المدفونه. الى عجبتكم ديروا لي لايك ودعموني وشجعوني باش نزيد ان شاء الله القدام، ونتمنى الخير ان شاء الله ليا وليكم وللجميع يا ربي. و عاونوني فضل الله ليس امرا لخاطركم، والله يجازيكم بخير وبسلامه عليكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي، لقينا في الحياه.